طيب انا هروح معاك للدوري الانجليزي، بس الاول روي فيتوريا. روي فيتوريا مقبل على اول بطوله مع منتخب مصر كاس الامم الافريقيه بعد اقل من شهر من الان. ايه هي ابرز مميزات روي فيتوريا كمدير فني لمستها وشفتها عن قرب؟ روي فيتوريا خلاص على وشك انه يشارك مع منتخب مصر في اول بطوله له مع المنتخب كاس الامم الافريقيه بعد اقل من شهر من الان. على ضوء ما لمسته من قرب من روي فيتوريا، ايه ابرز مميزاته الفنيه والشخصيه؟ اعتقد أعتقد أن البطولة الإفريقية القادمة ستكون بطولة قوية، ولكن لديكم فريق منتخب أو منتخب قوي، لكن أعتقد أن روي فيتوريا بما أعرفه من شخصيته وهو مناسب وبروفايل مناسب لقيادة المنتخب المصري. هو شخص يفهم اللحظات، يفهم لحظات الفريق، يفهم اللحظات الخاصة باللاعبين الكبار، يستطيع أن يخلق أجواء وبيئة منافسة جيدة للمنافسة بين اللاعبين. هو لديه خبرة كبيرة، يستطيع أن يدفع اللاعبين لإظهار أفضل ما لديهم ولتحقيق نتائج إيجابية بطبيعة الحال. أعتقد أن منتخب مصر هو من أبرز المرشحين لفوز البطولة. أنا أؤمن بذلك. لديكم فريق رائع، لديكم جهاز فني كبير، واعتقد ان هذا الامر ممكن. اذا 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 فقط استثنينا نيجيريا، الفريق الذي لديه ابرز الحظوظ، فريق قوي، اعتقد انهم من ابرز المنافسين لمنتخب مصر على البطوله. ولكن كما قلت، من المهم جدا تجنب المفاجآت في هذه البطوله، وان يؤدي اللاعبين افضل ما لديهم، وان يكون لديهم الدوافع للفوز بالبطوله، وان يتجنبوا اي مشاكل تعيق مستواهم على المستوى الجماعي للفريق، وان يجب ان يتحلوا بالنظام اللازم والالتزام بتعليمات المدير الفني روي فيتوريا. فهذا سيساعد المنتخب المصري، وانا اتمنى شخصيا للمنتخب المصري ان يحقق هذه البطوله، لان هذه ستكون لحظات رائعه على مستوى البلدين البرتغال ومصر.